لين شلونك؟ علي تبي جهاز 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 ما بعده ولا قبله تاخذ هذا حق لبل ستريت نصيحة، يعني اول شي بدون صوت امن يهبل مرة، احبه افضل ستريت مرة علي. يعني شفتوا الجهاز شلون الاسنان حقاته شلون تدخل الشعر عشان ما يصير فيه طعجات من داخل، والسري سريع يبرد القلب بصراحة. يعني اللي تبي له جهاز تاخذه هي مرتاحة، سواء تبينه للشعر الكيرلي أو حتى للشعر الناعم إذا ودك تصفينه بشكل سريع وعندك مناسبة وحابة أن يكون مرتب شعرك. أول شيء أنا أحبه فيه أنه ما يلصق الشعر على الجمجمة، حتى لو شعرك ناعم. يعني تعرفون منظر الستريت القديم اللي يلصق الشعر هذا، خلاص تودعيه مع جهاز لبل، هذا خيالي خيالي. يجي معاه كل الملحقات هذه، ومنزلين عليه عرض سواء بكل اللونين، تبون البنك او الاسود متوفر، وحاطين معاه باكج يعني تقدرين تاخذينه مع البرش، برش لبل الاسود هذاك بفرشة كبيرة معروف ما يحتاج. يعني العرض حلو، الباكج حلو، ومتوفر كل اللونين، تبين البنك او الاسود فرصة والله، ترى السعر مرة قوي. يعني تبين تاخذينه لحاله او تاخذين الباكج، واللونين متوفرات الاسود او البنك. بنات فرصة فرصة، يعني جامعين لكم افضل جهازين انا بالنسبة لي. بس لو يحصل مدخلين الفير بعد معه، الفير حقهم يجنن يجنن. وترى الكود على كل الموقع، وش تبين؟ تبين السشوار الفرشة هذا حق البراش ولا الستريت؟ خذي اللي يعجبك، خذي الباكج، الأسعار حلوة حلوة ما تنفوت. على فكرة ترى بنات هذا ستريت برو المطور، يعني أنا جربت القديم والجديد، يا الله يعني حتى أني أقول ليش طوره، يجنن أصلا القديم والجديد، خيال خيال. الجديد لونه يجنن بصراحة، شوف شلون تصميمه مرة أنيق، وفيه 9 مستويات تقدرون تتحكمون بالحرارة وبدون صوت وآمن، حتى بناتكم الصغار ممكن يستخدمونه بسهولة، مرة آمن يعني عادي تمسكينه. ترى أنا القفاز اللي علي ما يحمل من الحرارة، عادي أمسك بنات لأن الحرارة تجي من داخل بس ما يحرقك. شوفوا حتى للشعر الناعم تراه يجنن، يعني تذكرون الستريت القديم شلون يلصق الشعر على فروة الرأس، يعني يصير مظهره مظهر المزيت، هذا لا خيالي، يعطي الشعر فوليوم لو كان شعرك ناعم وخفيف. جربي بتدعي لي. بس قسمته قسمين بس عشان تشوفون شلون سريع ويجنن. هذا المشترى يجي معه، شوفوا بنات شلون يدخل داخل الشعر كامل، شوفوا كيف تبارك الله، شايفين شلون يمشط الشعر؟ هذا أكثر شيء أحبه أنا بلبل، شايفين شلون؟ خيال، من مسحة واحدة يفرق معكم، شوفوا لين نهاية الشعر، شايفين شلون؟ لين نهاية الشعر، شوفوا كيف؟ على طول على طول ما شاء الله تبارك الرحمن. رغم إني قسمته بس قسمين، يعني حتى ما قسمت الشعر، شايفين شلون؟ عشان كذا أنا مرة أحبه، يجنن وما يسبب يعني طعجات للشعر، ولا يلصق الشعر للفروة، لا شوف شلون، أنا ما أحبه يكون لاصق، يعني يعطي مظهر الشعر المزيت. وبسرعة بسرعة كل شغلك بسرعة، تقدرين تشتغلين بسرعة 5 دقايق وأنتي مخلصة الشعر كامل، شايفين شلون؟ شوفوا كيف، شوفوا الفرق، شايفين شلون تبارك الله، والسريع قدام عينكم من مسحة واحدة، مرة خيالي جن. وبس أنا بوريكم من هنا، شوفوا الجذور شلون يدخل داخل الجذور، شايفين كيف زي كذا، يعني تقدرين تتحكمين فيه بسهولة، يجنن. شوفوا شوفوا شلون تقدرين تحطينه على فوق على تحت، شوفوا شايفين كيف، خيال خيال خيال، شوفوا.
بنات ترى الكود يخصم على كل الموقع، سواء تبون الباكجات. شوفوا حلو هذا، حاطين البراش مع الفير، هذا يجي ترى معه حقيبة شفون، أو تبين الجهاز الحالة، الخصومات متوفرة على كل الموقع وبالفروع.